ما هي خطة وزارة التربية والتعليم لإحلال البحرينيين مكان الأجانب؟ في الواقع لدينا خطة واضحة جدا وترتكز على مجموعة من العناصر سأجيزها فيما يلي. العنصر الأول هو الإيقاف التام للتعاقد الخارجي، هذا أول عنصر في خطة وزارة التربية والتعليم. العنصر الآخر هو التركيز على مخرجات كلية البحرين للمعلمين. كلية البحرين للمعلمين، وأنا أشرت إلى هذا الموضوع في فترة سابقة، هي كلية تقبل البحرينيين فقط، هي ليست كلية مفتوحة للجميع، تقبل الطلبة البحرينيين فقط. وهؤلاء الطلبة يقضون 4 سنوات زائداً للبرنامج التمهيدي في الكلية، ويتم توظيفهم قبل حتى التخرج. يعني بمجرد أن يصل الطالب إلى السنة الرابعة ويستطيع الحصول على إفادة توقع التخرج، تبدأ إجراءات توظيفه بشكل مباشر. فإيقاف التعاقد الخارجي والاعتماد على مخرجات كلية البحرين للمعلمين، واليوم هناك هدف لوزارة التربية والتعليم أن ترتقي بالأعداد التي تتخرج من الكلية من 300 موظف أو 300 خريج يتم توظيفهم كمعلمين سنوياً إلى 1000 خريج. في نفس الوقت زيادة الطاقة الاستيعابية لكلية البحرين للمعلمين بما يمكنها من تخريج أعداد أكبر من المعلمين، ولكن حتى مخرجات الجامعات الأخرى سواء كانت جامعة البحرين أو الجامعات الخاصة أو الجامعات الخارجية أيضاً تقوم وزارة التربية والتعليم باستقطابهم. يمكن سعادة النائب مريم الصايغ مو موجودة، ولكن أذكر اتصلت بي قبل فترة وجيزة سعادة الرئيس، وذكرت أن لديها سيرة ذاتية لطالب حاصل على الهندسة الكهربائية، فأبلغتها مباشرة نريد السيرة الذاتية حالا، بس طلبت منها سؤال طلب بسيط، تتأكد من صاحب السيرة الذاتية أنه يريد العمل كمعلم. فلما اتصلت به وعادت قالت ما يبي يشتغل معلم، لأن وسنتحدث عن هذا الموضوع في المناقشة إن شاء الله، عن الفرق ما بين التخصصات المطلوبة في سوق العمل وغير ذلك. بمعنى آخر، الشاهد من هذا الموضوع أن الوزارة هي من يسعى ويبادر لعملية البحرنة، وسوف نستمر في هذه السياسة.